معلم الله يعطيك الف عافيه والله جيت ونورت احلى زفه شفتها بحياتي شغل على الاستقبال الرائع ابدعت والله حبيب اهلا وسهلا فيك سامي شو البرد اللي هون والله يا جماعه برد 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 من البرد تعيش اجواء ولا شو هاي بروفه يعني محمي ولا شو اه كثير كثير الجو بارد اعصاب حلو يعني حلو حلو الله حلو بس انا اصابع جمد مبدئيا غير رايك كمان بتشوف كيف الوضع اوكي يا جماعه بدنا صوره جماعيه يلا شباب يلا يا شباب سامي بدنا ناكل يعني جعنا حراقل افكار جماعه نص ساعه عرضه والله ابدعت جيت ونورت والله النور نور والله العظيم شكرا كثير على الزفه والاستقبال الرائع حبيبي هديت اهل الاردن على العين وعلى الراس والله جميعا اوكي جماعه الخير لبست القفازات والجاكيت سامي قال لي انه برد يعني ومش برد اي على الاصابع ولا شيء يا اخوي ولا شيء ليش ولا شيء انا ما فهمت هيك يعني منخفض مرتب هذا الاسبوع هذا الاسبوع يا سلام تبرتوا في ثلج وثلج شو ضل اكثر من هيك شو ضل تجمدت فهلا بدنا نروح على الفندق نحط الشناتي ونروح نتعشى عم يقول لي سامي بده يوديني على اقوى مطعم منسف فيكي للاردن بدنا نحفرها اخوي احس حالي بسوريا صح آه، نفس الشوارع تحس بفرجيك الشوارع نفس الشوارع ونفس هيك اخ برد والله عيوني دمعوا بالبرد يلا يا سامي سك ساعات مشينا ما بقول لك والله كان فل هذا البرد احلف كان فل الدوزار حقنا صفي هون وين نروح لا 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 والله ما بدلعنا جايبنا جي كلاس وحركات يا شو هذا معلم شو هال شو هالخدمه الفي في في اي بي انا بدي اقعد هون هلا هلا والله حسام مدلعيننا انتم اليوم ها والله حبيبي مدلعيننا اقل شيء اقل شيء هذا ما شاء الله شوفوا يا جماعه والله والله كفو شو الدلال جي كلاس حركات والدلع يا كايدهم شوفوا ما شاء الله يا جماعه